الشنطه اللي كان فين؟ من سبعه. واعترف المتهم الاول بارتكاب جريمه سرقه المبني عليه بانه كان يقود السياره، سياره ايه؟ ميكروباص. سياره ميكروباص بتاعت مين؟ بتاعت محمد، بس انا كنت مش واخدها منه، كنت واخدها من واحد اسمه اسلام. يعني هي ملكه يعني ولا ايه؟ ملك محمد. المملوكه للمتهم الثالث محمد عبد العزيز محمد امين. وبعدين؟ كنا ماشيين، انا اصلا كنت شغال بالعربيه ومحمد قاعد معانا شويه، كنا ماشيين يعني واحنا ماشيين كده جت معانا ان احنا نخطف شنطه وكده. وانا ماشي انا والمتهم الاول وليد. انا وليد الغنيمي. وليد وقرر وليد ماشي، خلينا في وليد دلوقتي ماشي، بانه المتهم الثاني محمد اسامه وهما يسيران بالسياره الميكروباص. انتوا مأجرينها من الراجل ده؟ مش من ده، من واحد اسمه اسلام. المستأجره من اخر يدعى اسلام. اتفضل. وبعدين قول كمل ايه اللي حصل؟ كنا ماشيين كده ضامنين واحنا ماشيين، جت في دماغنا كده احنا نسرق شنطه. وبعدين جت في دماغنا ان احنا نسرق شنطه. وبعدين محمد شفتوا بقى المجني عليها ماشي؟ محمد خطف الشنطه يا مريم. شفتوها ماشيه فين؟ كانت في المعادي. وشفناها ماشيه في دماغنا ان احنا نسرق شنطه. وبعدين محمد شفتوا بقى المجني عليها ماشي؟ محمد خطف الشنطه يا مريم. شفتوها ماشيه فين؟ كانت في المعادي. وشفناها ماشيه في المعادي في شارع ايه؟ مش متذكر اسم الشارع. وبعدين ايه اللي حصل؟ محمد طلع خلاص من الشرطه مش فاهم. محمد طلع ازاي يعني؟ كان قاعد فين محمد؟ في العربية. ايه؟ بتاع العربية. انت قاعد وراه على طول؟ ورا 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 الانسان. وانا كنت محمد كان قاعد ورايا على طول. وبعدين شد الشنطة منها وجرينا وراها. وبعدين شد الشنطة منها وبعدين جرينا وراها. وجريتوا بالعربية. بعد ما شديت الشنطة وجريتوا بالعربية ايه اللي حصل؟ ما شفناش بقى اللي حصل. يعني انتوا استطعتوا ان انتوا تاخدوا الشنطه بتاعتكم وهي ما وقعت، مش حصل انها وقعت على الارض وكده؟ وبعد كده احنا خدنا الشنطه وما نعرفش بقى بعد كده ايه اللي حصل اننا جرينا بالعربيه بعد ما سرقتوا الشنطه. بعد ما سرقتوها عملتوا ايه؟ رجعت سلمت العربيه لاسلام وراحت. سلمت العربيه لمين؟ لاسلام. لاسلام اللي انا مستاجرها منه مش كده؟ طيب خدت بقى المسروقات عباره عن ايه؟ المسروقات اللي كانت في الشنطه؟ لا كان فيها 85 جنيه بس، ما كانش فيها حاجه ثانيه. والشنطه كان فيها مبلغ 85 جنيه وكان فيها ايه تاني؟ لوشن بقى للجسم وحاجات. وايه؟ مكياج، حاجات زي حاجات بتوع زمان. وحاجات شخصيه دي عباره عن ادوات تجميل. بس. عاوز تضيف حاجه ثاني انت؟ انا فاهم ان ما كانش عندنا نادي ان احنا نتكلم عنه. الايه؟ ما كانش فينا ان احنا نتكلم. انت اسمك ايه؟ محمد اسامه محمد. واضاف محمد اسامه محمد بانه هو المتهم الاول سرق المبني عليها وانه لم يقصد قتلها. ماشي. وانت محمد عبد العزيز. والمحكمه سالت المتهم الثالث. انت اشتركت معاهم؟ انا ولا اعرفهم ساعتها. يعني انت ما كنتش تعلم ان هم رايحين يعملوا يسرقوا؟ لا مش عارف.